بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي عصر اليوم السباق الافتتاحي لموسم سباق الخيل 2018-2019، والذي أقيم على كؤوس مغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس سمو المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، حيث قام سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وقدم كأس الشوط السابع إلى الفارس الفائز بالشوط جيرالد موس، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ إبراهيم بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الأول إلى المضمر الفائز إلين سميث، وكأس الشوط الثاني إلى الشيخ سلمان بن راشد بن محمد آل خليفة، وكأس الشوط الثالث إلى عبد العزيز يوسف طاهر، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز العفو. كما قدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة.